السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح يعمل إن شاء الله مشهد اللي أمامنا صينية فيها باكيت شيبس وكوباية شاي وحبتين همبرجر وصحن. أوكي، فايل نيو يو أول نرفع تي توب، نيجي نختار البوكس، نعطي سموك. اوكي، نيجي على نافذة البرسبكتيف ونقص اف 4. متهيألي الصينية سمكة شوية عالي، اوكي راح اجي استخدم ايديت بوليجون، ايديت بولي، اختار البوليجون، راح اجي على الحواف الصينية في هادي 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 هادي، راح اجي استخدم اكسترود باليمين، اكسترود، عندي اكسترود باي جروب ما اشتغلتش معي صح في الحالة هذه. طيب لو اخترت باي بوليجون راح الاحظ ان في عندي فراغات في الاماكن هذه، كل بوليجون مشى على حده. لو استخدمت لوكال نورمال راح الاقي الاماكن هذه مليان، هي اللي انا عايزها في حالتي هذه. اوكي، هيك الصينية تقريبا. اوكي، راح اجي ارفع البوليجونز تبعوني بصير عندي صينية بالشكل الأمام. اوكي، عشان اعمل ايدين الصينية راح اجي على المنطقة هذه بوليجون، اسف، راح استخدم الايدجز، هذا الايدج وهذا هو. هذا الايدج واللي تحتيه كنترول، واعلم على الشقة الثانية نفس الاشي، هذا واللي تحتيه. راح اجي اعمل باليمين كونكت، اختار تو لاينز وراح اضبط المسافة بين الخطين، خليها اكبر شوية. اوكي، ليش انا اخترت السايد هذا والسايد الثاني نفس الاشي؟ عشان راح الاحظ انه حط لي الخطين بنفس القيم اللي اعطيته اياهم. اوكي، اجي على البوليجونز واختار المنطقة هذه، ونفس القضية اجي على البوليجون واختار المنطقة هذه وراح اعمل اكسترود. في حالتي هذه باي بوليجون او لوكال نورمال نفس الاشي راح اعطي نفس النتائج. اوكي، صغر القيم شوية. الايدين ضايل اني انا احفرهم من النص، يبقى عندي فراغ في المنطقة اللي في النص. طيب قبل هذا ينفع انا اجي على الزوايا، اختار الايدجز واجي على الزوايا، هذه الزاوية وهذه، ونفس الكلام راح اختار الزاوية في الاتجاه الثاني، وراح اجي اعمل تشامفر باليمين، تشامفر، زيد القيم. اوكي، هيك صار بيشبهوا الصينية. لو عملت ابلاي واعطيت نفس يعني هنا القيم تقريبا 5، لو اعطيت 2.5 او اقل من 2 بشوية، 2.5 بشوية صغيرة، 2، وش راح بيصير كأنها دائرية.
سنة بديش تبقى الإيد دائرية، خليها زي ما كانت وكنسل. رح نيجي على البوليجون، اجنور بايك فيسينج، علم على هذا وهذا، والشقة الثانية هعلم من تحت ومن هنا، وراح اعمل انسيرت، بعدها راح اعمل ابريدج انسيرت. هذا المكان بدي اياه، المنطقة الحمراء لقيت هذه المفروض هي راح انا افرخها، اوكي، وراح اجي اعمل ابريدج. ابريدج راح يوصل لي وراح يفرغ لي المنطقة هذه مع اللي تحتيها، البوليجون المعلم عليه، ونفس القضية بالنسبة للاتجاه الثاني. نروح على بريدج، نضغط عليه، تمت عملية التفريغ، صارت عاملة كأنه ايدين الصينية. اوكي، هنا عملنا هيك احنا الصينية. لو اغير لونها شوية بس، هذه الصينية تبعتنا. نوصف 4 نجيم الخطوط. اعمل كوباية الشاي تبعتي. هنيجي نستخدم المرة هذه، مش راح استخدم بوكس لانه كوباية الشاي عبارة عن مدورة، راح استخدم سيلندر. هاي من تحت، واطلع شوية. اوكي، نرجع البرسبكتيف ونكبر الشاشة ونشوف F4 عشان اشوف الخطوط. الخطوط الدائرية اللي هنا انا مش عايزها، 5 هدول مش عايز ولا واحد فيهم. طب الخطوط 18 اللي هنا، الوقفات هدول خليهم، هدول بحافظوا على ثلاثة الدوران. لو جيت اقللهم في الاخير راح الاقي صار عندي مثلث. فلا، اوكي، راح نيجي على الايديت بوليجون، ايديت بولي، نختار الفيرتكس، طبعا كوبات الشاي من تحت شوية اصغر، عمل سكيلينج، تأكد ان علمت عليه كله، مفيش حاجة اسمه اجنور في باك فيسينج، يمكن من فوق شوية أكبر. طيب نيجي على البوليجون، وعادة كوبات الشاي آخر شيء نعملها اكسترود، تبقى نفس الحجم تقريبا. هاي اكسترود، اوكي، صار عندي تقريبا كوباية شاي. راح نيجي على البوليجون من فوق هنا ونعمل انسيرت، كمان شوية صغيرة، وننزل، لا نعمل كمان مرة او نعمل بيفل، نيجي نلعب بالقيم، الهاي الى اسفل، انا راح انزل في القيم، خلينا هاي ننزلها على الاخير. وهنا نزغر القيمة، انا قاعد بطلع الخطوط اللي هان، هذه هيك الخطوط هيك مناسب. اوكي، اشتغل كوباية الشاي كويس. راح اجي على
الخطوط هنا واختار الخط الموجود هان، وراح اعمل لانها بدي اياه يعلمني على كل الخطوط المتوازية، راح استخدم الرينج علمني على الخطوط المتوازية باليمين كونكت تو لاينز. اوكي الخطوط مش كتير مبينة عشان اللون انا مستخدمه. الخطين اللي انا علمت عليهم بضل معلم عليهم، وراح ارفعهم شوية لفوق. كوباية الشاي بتيجي نهايتها بميل. اوكي صار في عندي كوباية شاي، برضو اللون الابيض مش كتير عاجبني. وراح اجي على الادجز اعلم عليهم باليمين كونكت وان سيجمنت، وراح ارفعه لفوق. اسف وراح ارفعه تقريبا هيك. اوكي وراح اجي اعمل له سكيلينج. يمكن لو رفعته كمان شوية لفوق احسن. نجيب F4 نشوف كيف صار كوباية الشاي اللي عندي. ممتاز نعرض نوصل F4. بدي اعمل اللي ايد كوباية الشاي، راح اجعل بوليجونز اسف راح اجعل ايدجز، نفترض هذه واللي جنبها، راح اعمل كونكت. المطلوب في عندي اكثر من طريقة عشان اعمل الدين، راح احاول استخدم اسهل واحدة تو سيجمنت. اوكي ازيد المسافة بينهم ولو ارفعها لفوق شوية، لا بدون خليها زي ما هي. اوكي راح اجي على البوليجون واجي هنا واعمل اكسترود، اعطي قيمة يعني حاجة زي راح اجي على الايدجز واختار الايدج هذا واللي تحتي واعملهم تشامفر، اعطي قيمة تقريبا 5.5، هاي ابلاي ونعطي قيمة تقريبا نص القيمة هذه يعني حوالي نقول 2.5 2.5. اوكي نفس الطريقة اللي بنستخدمها دايما بوليجون، نعلم على الصيد هذا والصيد الثاني وانسيرت. هيك كويس مقبول نفسنا. اوكي ونستخدم نروح نعمل بريدج. نعمل بريدج هيا نعيد الكرة. بوليجون هذه السايد، السايد الثاني اسف اجنور باك فيسينج، السايد هذا السايد الثاني. وبريدج. اوكي
صرت أعمل كوباية شاي مع ودانها. ممكن واحد ما يعجبوش يقول لك هان طالع شوية، المفروض ما تبقاش بارزة. راح نيجي نعمل عملية إصلاح إلها. بمعنى آخر راح أعمل كونكت بين خطين، هذه كونكت هان، هات انت نشوف. نعمل سيف أول شيء، فايل سيف أز، جز حاجة المنطقة هذه، هذه كونكت تو سايد. اوكي راح ارجع على فيرتكس، اختار طاق الويلد، نيجي هذه ندمجها مع هذه، وهذه ندمجها مع هذه. بعدين راح اعمل طاق الويلد هذه النقطة، راح ادمجها مع هذه، هذه النقطة راح ادمجها مع النقطة هذه. نفس الكلام راح اعمل على الشق الصيد التاني، راح اجي الجز على مع النقطة هذه، هذه كونكت نفس القيم اللي فاتوا. اوكي فيرتكس طق الويلد، نفس الكلام هذه مع هذه، بعدين راح ادمج هذه النقطة هيك، هذه النقطة مع هذه النقطة. هيك احنا تخلصنا من الحفرة اللي كانت موجودة عندنا. اوكي وصلنا F4. هذه احد الطرق او احد الاحتماليات اللي بينفع نعمل من خلالها الدين تبعت كوباية الشاي. ضايل ان باين انه الكوباية فيها شوية مية او ما شابه، فيها قهوة نفترض. راح اجي اعمل سلندر عادي، السلندر هذا تقريبا ارتفاعه محدود جدا، اجي ارفعه لحد رأس كوباية الشاي. اوكي صار مبين عندي وكأنه كوباية الشاي. حجمها اصغر مثلا شوية، اي سكيل. كأنه في عندي كوباية وفيها شاي أو قهوة. طبعا مبين عندنا إن الكوباية كتير أضخم من الصينية، مش متناسبة يعني. راح نيجي نعمل سكيل الكوباية بحيث انه تبقى متناسبة. اوكي مش راح نقعد نظبط كتير ونغلب حالنا فيها. ضايل نعمل باكيت الشيبس بكل بساطة. راح نيجي على التوب، راح نختار البوكس،
شوية تظبيط. اوكي نغير لونه برضو. راح نيجي على الايديت بوليجون، بوليجون اسف، نيجي على الفيرتكس، نعمل سكيل من تحت، يبقى الصندوق عادة أصغر شوية من تحت، ومن فوق يبقى شوية أكبر. أوكي راح أجي أعمل سكيل، راح أجي أعمل بوليجون، بحاول أفضيه بيفل. هاي النيجاتيف انا بحب في الحاجات اللي زي هذه استخدم اللفت واشوف فيها اوضح لي. اجي اعمل كونكت الخطوط اللي هان edges، اعلم الخطوط هذه كلها. في عندي خطأ هان، منطقة سودة مبين انه قط هذه تراجع كنترول زد زد زد. اعود اعيد العملية الاخرى من هان بيفل. نشوف الليفت، الإيدجز أعلم الخطوط كلهم اللي هنا، وباليمين كونكت بدي 1 2 3، نفترض عندي 4 خطوط أو خليهم 5. وأوكي راح أرجع الفيرتكس من نافذة التوب، احاول اخلي الباكيت يبين على انه منفوخ. نفس الكلام من هان، حاجة احط فيه قطع الشيبسي بكل بساطة. قطعة الشيبسي مش راح اغلب حالي فيها، راح افترض ان هي عبارة عن بوكس،
طيب الشيبس. الهاي تبعها زيد الهاي شوية، اظبط اللون تبعها. هاي حبة الشيبس، حبة الشيبس هذي راح اعمل منها مجموعة اكتر من واحدة، اجيب السيلكت للبوكس اعلم على حبة الشيبس بالاسهم شيفت واسحب، ودي 3 نسخ انستانس 3، خلينا نقول 4. اوكي شيفت، وكمان نسخة انستانس برضو. اوكي علبة الشيبس كلها نعملها سكيلينج. نعملها دوران، المنطقة هذه دوران. نحاول نظبط مكانها في الصينية، تخيل هيك مكانها مش بطال. وراح اجي الخبط مكان الشيبس شوية، هذه تطلع نعملها دوران شوية لفوق، هذه نفس الاشي. الشيبس هذه يعني مش معقول تبقى البطاطا مرتبة، يعني ألف لازم تبقى شوية مش منظمة. ماشي وضع حب البطاطا، لو هذه كمان نعملها شوية دوران لفوق. المهم ما يبقاش في اشي طالع من برا الباكيت. هي فيها طرف طالع، هي طرف الحب هاد والحب هادي. اوكي خبيناهم، تأكد فيش مشاكل كلهم بالضبط جايين، المفروض اقدمهم شوية لقدام.
بطريقة خفيفة. خلاص اوكي. فايل سيف. كوباية الشاي مغلبانة. زيحة شوية. نضل نحط الصحن وعليه تنتين همبرجر. نيجي نعمل الصحن نفس الطريقة. راح نستخدم السلندر ونافذة التوب. ارفع السمكة شوية صغيرة وخلص. الراديوس عندي بتهيألي المفروض اكبره شوية، شي زي هيك. احمل اديت بوليجون. اتعلم على كل البوليجونز اللي عندي. نافذة التوب أسهل لي. راح أجي أعمل إكسترود. لوكال نورمال. باي بوليجون. باي بوليجون. راح كل بوليجون تبقى على اتجاه معين على حسب اتجاه. طبعا في حالتي هذه انا مش عايز، لكن باي لوكال نورمال هي المناسبة. كبرها شوية صغيرة وبعدين اجي ارفع البوليجون هذول شوية لفوق بصير عندي الصحن. اوكي. احيانا الصحن بيبقى من تحت اله سمك زيادة. راح اعمل اكسترود هنا. طبعا قيمة كتير تبقى صغيرة زي هيك. اسف. نجيب الاف 4 عشان نشوف خطوط اوضح. ارفع برضو. اوكي. هي الصحن تبعنا وخليه يبقى الصحن لونه ابيض. نحط الصحن على الصينية. نفس التوب. نظبط موقعه من الفرونت. نحدد ارتفاع. اوكي. فايل سيف. طيب ضايل اعمل احط قطع الهمبرجر جوا الصحن. قطع الهمبرجر راح اجيب سفير. نفس التوب برضو سفير. اجعل بسبكتيف وسكيل. فرونت راح احاول اضغطه بحيث يبين كأنه قطعة همبرجر. خف الضغط شوية. اوكي. اف 4. اعمل له ايديت بوليجون. فيرتكس. راح اجي من التوب اسف من الفرونت. كل الفيرتكس اللي في النص راح اعملها باك سبيس باستثناء
أكمل واحدة من الباك. Alt استثناء هذه هذه وهذه، نقول كمان هذه وهذه، راح أعمل زر باكسبيس تقريبا كأنها فاضية. راح أجيب كمان سفير جديدة، أحاول أعمل قطعة الهمبرجر اللي بتبقى محطوطة سكيل جوا الساندوش. شوية أو أجيبها لقدام شوية عشان يبين حبة الهمبرجر شوية متصلة. راح أعوز أعمل سكيل كمان، أجيب الأف 4 نسبيا ماشي الوضع. خلي لونها هذا تقريبا على غامق، والخبزة أو خبزة الفينو خليها تبقى شوف هيك مثلا. راح اجي اضبط موقعها على الصحن، اي جروب 1. راح اجي احط البوزيشن تبعها، هاي حبه هان، وهي شيفت واسحب شيفت واسحب كمان مرة تانية، هاي كمان حب انستانس. اوكي نضبط الارتفاع تبع التنتين. نعملها شوية إدارة دوران، هذه نفس القضية. يصير في عندنا صينية فيها باكيت بطاطا وكوباية شاي وحبتين همبرجر وصحتين وعافية. نشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني على خير. السلام عليكم ورحمة الله.